بعيدا عن الحب والاعتداءات وكاع هذوك المواضيع اللي تقريبا مولفين كنسمعوها، حكايه اليوم عجيبه وغريبه، وهذا النوع ديال الاحداث اللي فيها صراحه شخصيا كنشوفه غير في الافلام، وعمرني توقعت انني غادي نصادفو شي نهار في الحقيقه. في حلقتنا اليوم غادي نحكي لكم عن حاله انسانيه اللي بسبب مرض معروف ويقدر يتصاب به اي واحد، اللي غادي يسبب لها في حادثه، تخيلوا معايا، اللي غادي تخليها انها تفقد الذاكره. سلام سلام اند ويلكم باك تو اور شانل سلامي ليك. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكل شخص جديد اللي يقدر يلتحق بالعائله ديالنا. وقبل ما نبدا لكم قصه اليوم، بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الهجوم ديال اللايكات اللي درتوا لي في اخر فيديو، وفهمتكم يا العفاريت بلي كيعجبكم بزاف هاد السيل ديال القصص، واللي اكيد ضروري غادي نبدا نشاركها معكم ان شاء الله. شكرا على اخلاصكم، وخصوصا الادب ديالكم اللي في التعاليق اللي كتخليو ليا، اللي محترمه، فتبارك الله عليكم وشكرا من القلب. وخليونا نبدا القصه لنبدا. ففي الحلقه ديال اليوم، وكيف اختارت متتبعه في الحلقه السابقه من هذه حكايتي باش نسميو شخصيه حلقتنا اليوم وجدان، كاسم مستعار اكيد. وجدان شابة جميلة وطيبة القلب، غتقول لي غادي يكون شوية صعيبة ليا باش أنني نعود لك، من حيتاش غادي نعود لك شي حوايج حتى أنا غير تعودوا ليا، زائد داكشي اللي بقيت عاقلة عليهم في هاد السبع سنين الأخيرة. وجدان غادي تبدا القصة ديالها وغتقول لي فاش كان في عمري 14 سنة، كانت عندي واحد خالتي اللي كنت قريبة منها بزاف 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 بزاف، وكنت كنرتاح معاها وعندها. حتى لواحد النهار هاد خالتي غادي توفى وغادي يدفنوها بلا ما يقولوا لي حتى شي حاجه، من حيتاش خافوا عليا لا نتاثر، زائد على هذا كنت مازال فتره تاع امتحانات، وكنت كنتسنى غير امتى يوصل نهار الجمعه بفارغ الصبر باش نمشي نشوفها. من بعد غادي نسيق الخبر بلي راه توفات، وغادي نحس بحيلة طحت في شي صدمه، غادي نولي منعزله كليا وعلى كل شيء، واي حاجه بسيطه كانت كتاثر فيا في النفسيه ديالي. فهاد الصدمه اللي من بعد غادي تخليني فين ما مشيت نفقد الوعي ديالي، بمعنى مره كنطيح في الطوبيس، مره في الزنقه، في اي بلاصه ما كتعلمنيش. قالوا لي بلي في هذيك الوقت انا ما بقيت فاهمه والو، وما فاهماش علاش هادشي كيوقع ليا. دارنا غادي تشوشو عليا فعلا، وخافوا من هادشي اللي كيجيني كل مره، وغادي يقرروا باش انهم يديوني لعند الطبيب. ديك الساعه غادي نكتشفوا بلي عندي مرض الصرع اللي هو ليبيليبسي، من ناحيه طبيه طبعا، وماشي الروحانيه زعما داكشي ديال الجنون ولا ما غير ذلك. فبين قوسين بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هذا المرض، فهو كيجي لما كيوقع واحد النشاط كهربائي غير طبيعي في جميع انحاء الدماغ، ومن بعد كيتم فقدان الوعي مع واحد الانقباضات اللي تكون جد عنيفه في العضلات في جسم الانسان. وممكن هذا الصراع يقدر يتسبب في بزاف ديال المشاكل الصحيه اللي غادي نكتشفوها من بعد طبعا مع القصه نتاع وجدان. المهم نرجعوا لقصتنا، سبحان الله غادي يلقاو بلي هذا المرض وصل عندي للمرحله الاخيره. كيفاش علاش ما فهمناش؟ هذا المرض كيقدر يجيني في اي وقت وفي اي بلاصه وما كيعلمنيش. وتخيلوا معايا بعد خاص كنكون في عز النشاط ديالي والضحك ديالي تتنطيح، مره كنطيح على وجهي، مره على جنبي، مره على ظهري، كل مره وفين. واحد المره بيت ما جاتني هاد لاكريز غادي نفقد حاسه اللمس ديالي، مشيت قلتها لدارنا، داوني من جديد عند الطبيب وقال لهم بلي هذيك الاعراض كتكون عاديه. فاذا به كل مره كنكتشف اعراض جديده وكتخلع. تخيلوا معايا جربت انه يمشي ليا يشوف، جربت انه يمشي ليا السمع، والاوقات الصعيبه اللي جربت هي لما كيمشي ليا الكلام، ما كنبقاش نقدر نتواصل مع ايا كان، واطول مده دوزتها هي شهرين، خصوصا وانا مازلت تلميذه، كيفاش غادي نتواصل مع الاصدقاء، مع الاستاذ، شكون غادي يهضرني واللي يفهمني؟ ليكن في علمكم مازال يومنا هذا كنطيح في هذا المشكل، داكشي باش انا حاليا قادره نعبر عليها حيتاش جربتها وانا واعيه بها. فالناس كيبداو كيسولوا علاش كتكتبي لينا، علاش ما كدويش، المهم بزاف ديال الاسئله اللي ما كيديروش بحسابها وغير كيطلقوها، ولكن
انا كشخص مجهلي هاد الاسئله كنكون كنعاني وكيضروني. تخيلوا معايا كاين اللي كيتنمر عليا ويدير نفس بحال كي تندير، زعما حتى هما كيكتبوا ليا في الكتاب. حيت ديما كنت كنهز معايا واحد الكتاب باش نقدر ناخذ طاكسي، نقدر نتواصل به مع الناس. وهذا الشيء جا من بعد ما انني نطلب من ماما انها تخليني نتولد الامر ديالي بوحدي ونتحمل مسؤوليتي، حيت فعلا عذبتها بزاف وفين ما مشيت كانت كتمشي معايا. الام ديالي كانت هي العكاز ديالي. المهم على ما عاودوا ليا انه كانت حياتي عاديه وكنت انسانه شاده تقاري ماشي اجتماعيه، وكنت بحال داخله في واحد شويه من الاكتئاب. حتى لواحد النهار فاش غادي تقلب حياتي راسا على عقب، قالوا لي بلي انه اسبوع قبل كنت معصبه بزاف حيت كانت عندي شي مشكل. ماما كتقول لي بلي انه عمرك ما عاودتي ليا شنو هاد الحاجه، وكنتي واحد الوقت كتسدي بزاف على راسك وما بقيتيش كتجلسي معانا. حتى لواحد الصباح غادي تمشي للمدرسه عادي كتقول لي ماما بلي انا دخلت الكور ديالي عادي، فاذا به كتشدني اون كريس وغادي يرجع بيا الكرسي اللور وغادي نطيح على واحد الحديده ديال الطاوله اللي غادي تجيني في راسي. ديك الساعه هزوني للسبيطار وما غاديش نوقت في الوقت اللي كانوا كيتسناوني نفيق فيه. طحت في غيبوبه لمده اسبوع، فاش كنفيق لقيت راسي معقل على حتى شي حاجه، ما عرفتش عائلتي، بديت كنغوت بواحد الطريقه هيستيريا. وهذاك هو اول نهار كنعقل فيه على راسي، وابتداء من داك النهار غنقدر دابا نعبر لكم ونعاود لكم بشهادتي واحاسيسي الخاصين بيا. هذاك النهار يلا تولدت ما فاهمه والو، ما عارفه حتى شي حاجه. صدقوني الا قلت لكم فقت بواحد الدماغ كيف بحال الصفحه البيضاء، ما عقلتش على خويا، ما عقلتش على امي، ما عقلتش على بو، ما عقلتش على عائلتي. ولو بيغ هو انه ما عقلتش على الانسانه اللي كنت. شوي غادي يجي الطبيب عند الفاميلا ديالي وغادي يقول لهم بلي اذا ما عقلتش عليكم دونك ما غادي تعقل على حتى شي حاجه من داكشي اللي دوزات، وخصكم انكم تحاولوا تبداو معاها من الزيرو. كلشي تصدم، ولكن في الاخير ما عندهم ما يديروا الا انهم يتقبلوا الخبر اللي كان صاعقه. المهم حاولوا انهم يتماشوا معايا ويعاودوا لي الماضي ديالي ويقربوني منه وامور واحدة اخرى. وخويا، خويا كان عنده فضل كبير ليا من حيت عاوني بزاف ديال الحوايج. فهذيك الفتره كان خصني متابعه من عند بسيكولوج ومن عند حتى البسيكياتر على اساس انني ندير حصص اللي زعما نقدر نسترجع شي حاجات من الذاكره ديالي، ولكن للاسف شاء القدر انه ليومنا هذا انا ما عاقله على حتى شي حاجه من الماضي. خويا كان تعلمني شنو هما الارقام، شنو هما الحروف، الاسم ديالي، فاش كنقرا وشنو داكشي اللي كنقرا. المهم علمني بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يعاونوني مستقبلا واللي يقدروا يعرفوني الشخصيه ديالي ديال اليوم. من بعد المده اللي دوزت في الدار وكانت صعيبه عليا، سهله بالكلام ولكن تطبيقيا كانت فريمون صعيبه عليا، كانوا تيحطوني قدام التلفازه، كنت كنسمع للرسوم باللغه العربيه من حيتاش كانوا هما الوسيله اللي تخليني انني نكابتي او نشد المصطلحات اللي هما ساهلين على ما تيقول لهم الطبيب، وبلي خصني نسمع اللغه بزاف. شويه بداو كيدخلوا ليا الفرنسي. المهم عائلتي كل نهار كل دقيقه كل ثانيه كانت كتحارب معايا او لا كانت كتحارب من اجلي. المهم قدرت نتعلم على داكشي اللي قدرت عليه. تخيلوا معايا اذا كنت بغيت غير نمشي للمرحله عزكم الله ما كنتش كنعرف اشنو نقول، لدرجه كنت كنعيط غير في كرشي، واذا جاني الجوع نفس الطريقه، كنت فعلا بيبي في جسد نتاع مراهقه. المهم دوزت مده باش قدرت نكون فيها راسي من جديد. الطبيب غادي يقول لهم بلي جا الوقت باش انهم يرجعوني للمدرسه، حيت كان هذاك هو المكان الوحيد اللي كنت كندوز فيه اغلبيه ديال الوقت ديالي. وعلى ما كتقول ماما بلي هذاك هو المتنفس الوحيد ديالي حيت كنت كنقرا مزيان. رجعت للمدرسه، المكان اللي كان بالنسبه ليا راحه ولا عندي مكان اللي كنكره في هذيك اللحظه. فاش مشيت ما بغيتش انني نبقى، بغيت نرجع في حالي، ولكن الام ديالي والسند ديالي عاونتني في بزاف ديال الامور. واخا انا ما عارفهاش ولكن راه ماما لحقاش الاحساس ديالي ما قدرش يخوني. واخا مشات لي الذاكره فعلا ولكن كنحس بحبها في قلبي. غادي نمشي للمدرسه، المكان اللي كان بالنسبه ليا جد غريب وما كنعرفوش، وغادي نطلبو سيرتيفيكا من ماما هي اللي غادي تجيبها لهم وغادي ترافقني. وفي كل مره كانت كتفكرني بلي راه هي معايا وما عنديش مناش نخاف. غادي توصلني القسم ديالي وتسناني على برا، والاستاذه ديال الانجليزيه ديالي كانت عارفه كلشي، غادي تشوفني وغادي تعنقني بواحد الحراره دابا ما قدراش نساها، كانها كطمئني او لا بغات تعاونني. المهم حسيت بلي
فعلا راسي كان عزيز عندها. اي واحد كان تيشوف فيا في القسم كانت كتجيني الشوفه ديالو غريبه. غادي نخرج للساحه في الوقت نتاع الاستراحه ومعايا ماما، غادي نتلاقى بزاف ديال التلاميذ اللي قدام القسم واقفين باش يسلموا عليا، وانا تنسول فراسي شكون انا اللي غادي يجيو يتجمعوا عليا بحال هكا. تصدمت لدرجه انه بديت كنتخبى من مور ماما واخا هي قصر مني، وهي كتقول لهم عافاكم مره اخرى ودويو معاها وحاولوا تعذروها دابا وتفهموها. وانا كنسمع بزاف ديال الاصوات، كاين اللي يقول مسكينه، كاين اللي يقول الله يشافيها، كاين اللي يقول مالها دايره هذه الحاله. المهم كل واحد شنو تيقول. من بعد غادي تكون عندي حصه في الرياضه، وكيف تيقولوا لي بلي انه كنت متفوقه بزاف فيها، كنت افضل وحده، وفين ما كان شي بطوله كنت دائما كندير ميداليات. غادي ندور عند ماما وغادي نقول لها بلي انني عييت وبغيت نمشي، بغيت نمشي للدار. مشينا للدار وبديت كنبكي 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 وكنقول لهم علاش يقولوا لي بحال هكا، علاش يقولوا بحال هذا الكلام، بلي كل مره كنطيح ليهم ودابا جايه بشخصيه واحده اخرى وما كنعقلش عليهم. ما عرفتش انا واش تيصحاب ليهم بلي انني غير كنتفلع عليهم ولا كنمثل عليهم، وهذا الشيء اللي كان تيضرني بزاف في خاطري. طبيب وصلني على حاجه واحده، باش انه نتعامل عادي جدا وما نحاولش نبين بلي فيها شي مشكل. المهم غادي تدوز ديك المده وبزاف مني غادي خصني نتاقلم. ماما غادي تدوز معايا واحد المده ديال زوج سيمانات باش توريني الاقسام، كيفاش نشد الطاكسي، منين نشدها باش ما نتلفش، وباش حتى انا نحس باستقلاليه. المهم مسكينه كانت كتحاول دير ما بجهدها باش انا تخليني نعتمد على راسي، ولكن كانت ديما من ورايا وكانت كدير شي حوايج اللي ما كنردش لهم البال. من بعد ما وليت مستقله وعارفه فين ندخل وفين نخرج وشنو ندير، غادي نجي عند ماما وغادي نقول ليها بلي داكشي اللي تنديرو في المدرسه راه كيجيني صعيب بزاف، وبلي خويا راه علمني غير امور سطحيه ولكن راه مازال ما عرفاش بزاف ديال الامور. غتقولي ماما جمله، انتي ليك الاختيار والحاجه الوحيده اللي كتهمني هي صحتك وراحتك، واذا ما كنتيش مرتاحه من الاحسن انك تجلسي. واحد النهار غادي يجي عندي خويا وغادي يقول لي بلي انتي راك معاوده سيزيام من حيتاش وقعت لك واحد الكريز في وسط الامتحان وما قدرتيش انك تكمليه وعاودتي العام. غادي يسولني واش باغيه تعاودي العام، قلت ليه لا. قال لي راه ما عندكش الحق انك تعاوديه. كنقول ليه بلي انا ما نقدرش على هذا الشيء حيتاش فعلا بزاف عليا، داز مده اسبوع وانا كنمشي للمدرسه وما عارفه والو، كنحس براسي بحال شي عيب، عانيت بزاف من التنمر ديال التلاميذ حتى وليت كندخل للقسم وكنمشي كنجلس بوحدي اللور غير باش ما نسمعش شي كلام اللي يضرني. ففي وسط هاد التلاميذ كاملهم كانت واحد البنت اللي عمرني نسى الخير ديالها، اللي تفهمت الحاله ديالي وشدت لي بيديا وعاونتني في المراجعات. زياده على هذا كان عليا انه ممنوع باش انني نهز ورقه وستيلو من بعد 9 ديال الليل باش ما نتعبش دماغي، وكيخصني نشرب الدواء في واحد الوقيته معينه، ولكن رغم هادشي كامله كنت قاتل غير باش نبقى فايقه باش نقرا وندابز باش ننجح هذاك العام. قدام ماما كنت كندير راسي بلي انني عييت وكندخل عليا لبيتي وكيصحاب ليها بلي انه فعلا نعست. غير كتخرج كنت كنهز الكتوبه وكنبدا نحفظ ونخدم داكشي اللي خدمت معايا صاحبتي حتى لربعه ديال الصباح، ونعاود نعس علما انه خصني نفيق عاوتاني مع السبعه باش نوجد نمشي للمدرسه مع الثمانيه. كل نهار كل نهار حتى وليت كنتمنى غير فوقاش يدوز هذا العام غير باش نولي نقدر نعس. كان بالنسبه ليا تحدي صعيب، وكان خويا كيحفزني وكيفكر كل مرة شكون أنا وشنو خصني ندير، حتى النهار فاش غادي يوصل اليوم الحاسم، النهار ديال الوطني اللي كيخصني نبين فيه شكون أنا ومناش دست. غادي ندوز داك الامتحان، بديت كنتسنى النتائج بفارغ الصبر، ما كنتش كنتسنى شي نقطة زعما خيالية، كنت باغية غير ننجح غير بعشرة، غير باش نبرد في قلبي كاع دوك الالام تاع التنمر من طرف شحال من استاذ اللي رفض باش انه يعاونني حيت تيقول بلي انني فاقده الذاكره، ومن طرف شحال من تلميذ ضحك عليا وقلدني. نجحت، واخيرا نجحت، نجحت ب 13.95. بقوه ما فرحت شداتني لا كريز في عز فرحتي باش فكرني بلي انا راه تابعك. غادي ندخل من بعد لافاك بعلوم فيزيائيه، غادي ندخل لعالم خيالي وعالم ماشي ديالي، علما انني فقدت الذاكره، علما انني مازال باقي كنتعلم بزاف ديال الامور في الحياه وفي القرايه، علما انني ماشي اجتماعيه، علما انني مازال كنقلب على راسي. وزيد 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 وزيد. باختصار مفيد غادي ندوز السنه الاولى
اللي غادي تكون صعيبة بزاف، غادي ندوزها بلي او ادبا، غادي نضرب تمارة، علما انني انسانة مازال طفلة في عقلها ومازال كتعلم. ولكن ولله الحمد كان امل بلي انه مولانا ما كيحيد واحد الحاجة تا كيحط في بلاصتها شي حاجة واحدة اخرى، غادي نقدر نحقق شيء صعيب على انسان بصحيحته وذاكرته يقدر يحققه. غادي ناخد الليسانس ديالي في 3 ديال السنوات فقط بدون ما انني نعاود. فرحت وبديت كنكتشف راسي شكون انا، بمعنى اصح بديت كنتذوق النجاح. واخا كنتعذب، واخا كنتالم، واخا كنضرب تماره، ولكن غادي نقدر تخيلوا معايا نخوض تجربه واحده اخرى، تجربه اللي بعيده على فاميلتي وبعيده على مدينتي ب 300 كيلومتر. غادي نقرر باش انني نجري من مورا الماستر اللي كانت تجربته هو وحده اخرى من نوع اخر وتجربه صعيبه، علما انه عندي تخوف كبير انني نبقى بوحدي. سي نورمال حيت كنخاف انه توقع ليا شي حاجه في اي وقيته. كانت بالنسبة لي تجربة اللي غادي تربيني وتعلمني وتكبرني ونولي مسؤولة وتعلمني نتواصل وكيفاش نعبر على المشاعر ديالي. العام الأول غادي ننجح وغادي نكون أنا الثالثة في القسم، ولكن شاء القدر أنني غادي نتعرض لواحد الحريق من الدرجة الثالثة بسبب واحد البراد اللي غادي تخوى لي على رجلي وغادي يخليني أنني نغيب على واحد الامتحان. في لافاك غادي نرسل لهم واحد الرساله بلي انه ما يمكنش ليا نحضر، وحطيت لهم واحد دليل طبي ما غاديش يجاوبوني. بقيت هكاك لمده شهر وانا كنتفائل رغم العذاب اللي دوزت في هذيك الحرقه. غادي يقرر الاستاذ باش انه يخلي لي هذاك الامتحان للسنه اللي غادي تجي من بعد، وكانت بالنسبه ليا صدمه لانه غادي نضطر انني نزيد سنه واحده اخرى على وديت امتحان. واخيرا غادي نشد الماستر ديالي في 3 سنين وانا حاليا انجينيور بيوميديكال. انا كنقولها ما شاء الله وهي كتقول ولله الحمد. وكيف قالت لي بلي انه عبره من هذه القصه ديالي هي انني نقول للناس كاملين عمر المرض ما كان مشكل او عائق في الحياه. فاحنا في واحد العالم اللي عامر بامتحانات وضروري كيخصنا ندوزو منه، ولكن بلاصتنا الحقيقي راه كاين عند مولانا. انا حاليا باقا كندوز من لي كريز والذكريات نتاع الماضي عمرهم ما رجعوا ليا، ومني انا غادي نقول لكم فعلا، لانه مؤخرا فاش كنت كنتواصل معاه باش ناخذ منها بزاف ديال الاجوبه على شي اسئله كنت نطرحهم عليها كانت كتجاوب معايا غير باغي كري، ما كانش كتقدر انها تتكلم حيت هي في فتره حاليا انها مشى لها عاوتاني الكلام من جديد. صراحه القصه نتاع الوجدان قصه فعلا محفزه وعطتني بزاف ديال التفاصيل، ولكن انا اختصرتها لكم وعطيت لكم شنو اللي غادي يقدر يفيدكم. وجدان كتقول واخيرا بغيت نقول لكم اي واحد عنده الصحه ديالو يحمد مولانا لانه كنز ما كيتباع ما كيتشرى. شكرا وجدان وشكرا لكم تنتما لانكم عطيتوا فرصه باش انكم تسمعوا القصه ديالها وباش تخليوا هذا المحتوى يزيد لقدام، وما كرهتش انكم حتى هي تعطيوا لها شي رساله جميله في التحت، رساله اللي تقول ليها مهما انها فقدت الذاكره ومهما انها دازت بزاف ديال الامور اللي صعاب اللي ما كيجمعهم غير الفم، فهي غتبقى انسانه رائعه وانسانه مكافحه. وهذه كانت قصتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. قبل ما نقول لكم سلام سلام، ما كرهتكمش انكم تفرقعوا داك لتحت بجام جام 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 جام، لحقاش فعلا كيفرحني وكينشطني وكيخليني انني نزيد نخدم لكم اكثر ونفرحكم اكثر. سوغ سو جو دي نتلاقاو في حلقه مقبله. سلام.